شاء الله البطولة فعليا هتبدأ يوم 1 أكتوبر إن شاء الله من 1 لـ 10، بس السفر هيبقى من يوم 26 عشان يبقى في قبل البطولة ما تبدأ في شوية إجراءات بتعملها الصين لكل المشاركين في البطولة، لازم نبدأ من بدري. يعني احنا بنستعد زي ما انت شايفه كده بمعسكر مغلق، هو في الاستاد عندنا في الصاله بتاعتنا. البطوله دي فرق، فكل فرقه ان شاء الله رجال وسيدات، 4 لاعبين و4 لاعبات. وفي حاجه كويسه المره دي، احنا واخدين مش الصف الثاني لكن نقدر نعتبرهم يعني اللاعبين الواعدين في مصر، وبندي لهم فرصه. في 3 اول مره هيشاركوا في بطوله عالم، وانا بعتبرها هم فرصه ليهم ولينا ان هم يعني يثبتوا بقى وجودهم ومكانهم. السيدات احنا رايحين بالفريق الاول بتاعنا، دينا مشرف وهنا جودة ويسرى حلمي ومريم الهضيبي. في دول يعني صعبة المنافسة اللي هم الدول الآسيوية، الصين، كوريا، اليابان بتاع. احنا دايما بيبقى عندنا منافسة مع دول أوروبية قوية. يعني قبل كده احنا كسبنا ألمانيا، قبل كده كسبنا التشيك، يعني بنكسب يعني مباريات أوروبية كويسة جدا. هي دي يعني التارجت بتاعنا، ان احنا نبقى في منافسة مع أوروبا علشان نعمل أحسن مركز اكيد بعد الصين يعني واليابان وكوريا يعني كده. فان شاء الله يعني المنافسه هتبقى اوروبيه. بالنسبه للدول العربيه او الافريقيه الحمد لله احنا يعني فارقين عليهم. الحمد لله يعني من اهم الانجازات الفتره اللي فاتت كانت بطوله افريقيا الفردي السيدات. التايتل ده يعني كان مهم بالنسبه لي والحمد لله مبسوطه بيه جدا. الفتره اللي جايه ان شاء الله عشان عندنا بطوله العالم في الصين فرق، فاحنا دلوقتي بنستعد لها في معسكر المنتخب في صاله الاتحاد في استاد القاهره. بس وطبعا بطوله العالم يعني من اصعب البطولات في السنه، فيعني ربنا يسهل ان شاء الله ونقدر ان احنا المره دي نعمل حاجه نتيجه كويسه بالنسبه لمصر، وحاجه يعني ما اتعملتش قبل كده ان شاء الله. انا شايفه ان الحمد لله فعلا سنه عن سنه احنا بنقرب. يعني ما شاء الله الانجاز اللي عمر عمله ده ادانا كلنا كمان امل زياده. يعني انا مؤمنه ان اي حد يقدر يخش، وكمان مؤمنه ان الميداليه يعني تقدر تيجي ان شاء الله نقدر نجيبها. بس محتاجين طبعا نحاول يعني نكمل في الشغل على نفسنا في المعسكرات اللي احنا بنعملها بره مصر او كده. بس الموضوع انا شايفه ان هو مش يعني مش هو صعب بس مش مستحيل خالص. فيعني ان شاء الله ربنا يسهل الاولمبيات اللي جايه وكمان حتى سنين قدام ان شاء الله. يعني عندي امل ان شاء الله ان اكيد حد يقدر يجيب ميداليه. انا كنت محترفه الـ3 سنين اللي فاتوا في دوريات في اوروبا في المانيا وفي فرنسا، وكان ساعتها يعني مش مسموح ان انا العب في اكتر من دوري عشان الدوريات دي هي الرولز بتاعتها مش بتسمح بكده. السنه دي انا يعني وقفت الاحتراف في اوروبا يعني ان جنرال، لان كان ضغط الماتشات كتير قوي، يعني ماتشات عددها كبير زائد ماتشات الاتحاد الدولي اللي هي مهمه ان احنا نشارك فيها علشان التصنيف الدولي. فاكتشفت يعني ما كانش عندي فرصه قوي ان انا ارتاح او ان انا حتى اتمرن على الاخطاء او كده. فالسنه دي ان شاء الله يعني لا هقلل شويه اللود، فهوقف في الاحتراف وان شاء الله يعني هلعب مع النادي الاهلي في الدوري المصري ان شاء الله. كان استعدادا لبطوله العالم كان عندنا بطوله افريقيا، عملنا معسكر قبلها مغلق وسافرنا بطوله افريقيا، والحمد لله بالنسبه للسيدات حققنا العلامه الكامله 4 من 4، حصلنا على بطوله الفرق وزوجي السيدات وزوجي المختلط وعلى الفردي. واحنا بنشارك كنا في بطوله افريقيا بـ5 لاعبات، 4 منهم جوه دور الـ4، واللعيبه الـ5 كمان قابلت لعيبه مصريه على دخول الـ4. احنا دلوقتي عاملين معسكر مغلق برضو مكملين عشان الاشتراك في بطوله العالم بطوله الفرق، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله يحققوا مستوى كويس ويأدوا فيها بالشكل المطلوب منهم باذن الله.
أنا الحمد لله تصنيفي دلوقتي 50. التصنيف كان أحسن، كان جوه 42 بس رجعت شوية لورا، فأنا يعني بحاول إن أنا أشتغل على نفسي وأشارك في بطولات تانية أكتر دولية يعني عشان أرجع تاني بتصنيفي لجوه. بس طبعا الحمد لله التصنيف 50 ده كويس جدا على العالم يعني. وإحنا هنا بنشتغل في المعسكر، هو مغلق، فبنتمرن من الصبح وبالليل وبنتمرن في النس بعد التمرين، ولو في حد بيتمرن برا فيعني كلنا بنتعب قوي في التمرين علشان إحنا عايزين نسافر بطولة. إحنا المفروض إن شاء الله تصنيفنا 11 هناك، فاحنا عايزين ان احنا نحاول على قد ما نقدر نحافظ على المستوى ده، فاحنا بنتمرن وان شاء الله نقدر نوصل هناك لمركز كويس يعني. طموحاتنا الفتره الجايه ان شاء الله زي ما انت قلتي عندنا بطوله عالم، هي البطوله صعبه شويه، بطوله قويه يعني. ان شاء الله نقدر نعمل حاجه يعني اكبر حاجه ممكنه ان شاء الله نقدر نعملها. هي المنافسه صعبه والبطوله قويه جدا، والمنتخبات شرق اسيا الصين وكوريا واليابان ومعهم المانيا، فالبطوله صعبه بس ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه. وطموحاتنا بقى ان شاء الله يعني اهم حاجه افريقيا السنه الجايه ان شاء الله، دي اللي مؤهله لباريس ان شاء الله يعني، نحاول نوصل باريس وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. احنا بنحاول نعمل نفس اللي عملناه قبل افريقيا قبل بطوله العالم، على امل ان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لك هي منافسه صعبه جدا بس ان شاء الله يعني ما شاء الله كل الفرقه كويسه جدا، ان شاء الله نحاول نعمل حاجه كويسه يعني بطوله العالم. بطوله العالم المره دي يعني معموله بنظام جديد، هم 32 فريق بس، فهتتعمل بنظام مجاميع، فلسه مش عارفه ازاي المجاميع هتتعمل او النظام هيبقى عامل ازاي في البطوله، بس ان شاء الله نعرف يعني نكسب ماتشات، عدد ماتشات كبير. طبعا اكيد اقوى منافسين هيبقوا اسيا كلها ايا كانت ايه، سواء صين يابان كوريا، البلاد دي كلها طبعا هي دي بتبقى البلاد الاساسيه الجامده يعني، واحنا نحاول ان شاء الله نلعب معاهم كويس، وان شاء الله لو قدرنا نكسب يعني، وان شاء الله نحاول نكسب بقيه الفرق الثانيه الاوروبيه او الافريقيه او كلهم. بطولة العالم دي من يعني أصعب الحاجات اللي المنتخب المصري بيشارك فيها، علشان بتكون مجمعة أقوى اللعيبة في الفرق، فبيكون المنافسة صعبة طبعا بنسبة كبيرة، بس يعني احنا هنحاول نعمل علينا على قد ما نقدر وإن شاء الله خير. وكون ان انا كابتن ماجد اختارني في بطوله العالم ان انا اكون مع المنتخب، علشان انا الحمد لله في بطوله الجمهوريه اللي فاتت خدت اول رجال وظهرت بشكل مستوى كويس. بنستعد احنا دلوقتي في المنتخب هنا في الاستاد، بنتمرن كل يوم صبح وبالليل، دلوقتي بنستعد ان شاء الله لحد يوم الاحد وبعد كده نسافر الصين ان شاء الله.